السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة، شوية زيادات للبيع. قبل ما نتكلم في أي حاجة بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتسأل تطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الأيام بخير إن شاء الله. معانا المعلم سيف فار الكاميرا كده، هو صاحب اللقطه الذهبيه النهارده. حبيب ابو عمر، كل سنه وانت طيب يا ابو، وسنه سعيده عليك ان شاء الله. ان شاء الله على الجميع. دولت كده يا جدعان، فيهم كام قص شغالين وفيهم شبابات على وش شغل، فاحنا نتفرج كده واحده واحده كده مع بعضنا ونقول بسم الله ونتوكل على الله. حمدة خارج من عندي من قلب السلاكه ومن عند سيف، كام واحد كده خارجين منهم هتلاقي فيهم اسس راكبه بعضهم، وفيهم شويه اللي هم الحوام اللي هو ايه، الدكوره بين دكوره وبين نتي. ده دكر سكروته، ده ابو السكرتات اللي عندي، فرد حام. بص الصلاه على النبي، ماشي، ممكن تقفل انت الفلاش برضو. اه كده تمام. بص، فتافيت السكر، عظم مقرطس، مسله فلقه دماغه، فرد حمام، ولا جتتهم كتكتة ولا اي حاجة اهو. تمام معلم؟ تمام ابو عمر. عوز تشغل فلاش هتدوس هنا. ماشي ماشي. ده بقى، ودي حمامة كده محدود الريش بتاعها. الحمامة دي فيها طول، بس احنا ايه خرطنا كده، يعتبر الكتفين والديل كده اهو. اهي حمامة بالصلاة على النبي، الله ينور يا حبيبي. وجتتها بص، يعني الدكر جتته فاتحه، احنا بنحاول نظبط الجتت اهي. الجته ايه؟ اغمق، وطبعا الخد بيبقى اغمق من الجته اهو. وحمامه نظيفه وحمامه شغاله. دول اتقص كده. تمام يا معلم؟ تمام يا بابا. ده ذكر قبل على فحم، الصلاة على النبي. عينه كويسة، فرد حام بمسلة، وخدين كويسين. فشلة دي بص، يعني دولت ممكن يتشالوا كده واقول لك سالت، لكن هي الحاجة بطبيعتها اهو. فرد الحام اهو، الفحمات بتوعنا. فرخ كوتو ده حبيب يا معلم. تمام يا معلم؟ تمام يا ابو عمر. ده ذكر فرجول. طبعا الدنيا ليل والتصوير اصلا بيظلم الحمام، بالذات الحمام الغزار. دي ريشة بيضة، بس عشان ايه الزرع نازل من عليها. ده شاب قبل اخضر اهو، عليه واحدة حمام بعضم قصير، خدين برضو كويسين، وعضم جوه، مسلة بتاعته مفتوحة، بس فرد حمام برضو ايه تكونه كويس اهو. ده فرد حمام لسه، بس ده كان مشروع نتاية طلع دكر بمرض الله، يعني تكوينه اللي احنا كنا مربينه على اساس اللي هي انتهى. جه دكر اهو برضه بمرض الله، عشان حاجه تبقى قدام عينيكم. مش هقول لك بقى انتهى والقصه دي، لا، فرد الحمام بص هو عيل صغير، ممكن اقول لك ده عيل صغير لسه محير والقصه دي، لكن ده كشف اللي هو دكر، فيتباع على اساس اللي هو دكر اهو. الله ينور يا حبيبي. دولت حتتين قشر بنادق برضو، دي كانت مشروع نتاية. بص الحمام ده نفخه متطبق، والريشة بتاعته رفيعة اهو. فرد الحمام ده عليه ايه؟ تلاتة اهو. خدين برضو كويسين، فرد الحمام نضيف من تحت اهو، وفي طول بسم الله ما شاء الله، ولسه يعتبر الحمام ده بسن مساخة اهو. ده دكر برضه مشروع نتاية، يعني ده تقليبه كده. أنا بقول لك مشروع نتاية ليه؟ لأن ده خداع، الحمام ده يخم، يعني أنا ممكن ده أبيعه على أساس نتاية، بس لأ، بمرض الله فرد الحمام ده ابتدى اللي هو يصرخ أهو.
زي ما احنا ايه بنربيهم كده اهو. فاول ما بنشوفهم كده اهو سيب بيبقى مربيهم بالشكل ده كده اهو فوق. اول ما بيكشف ذكر بيكشف نتاية بيبدا اللي هو يسكنه اهو. تمام يا معلم؟ تمام يا حاج. دي نتاية عليه اهي. حمامه برده بعد ما قصير اهو. بس الحمامه دي موقفه رمش. الحمامه دي كده لو بصيت عليها هتلاقي عليها ست رشاش، بس هي الحمامه بص وشها. الحمامه دي ممكن يكون سنها عليها رشتين، عليها ثلاثه كده. دي انتهى رسمي. انا بص دماغها فايره شويه بس، والتاني دماغه يعتبر ميته، بس دي انتهى بمرض الله، والتاني ده يطلع دق. تمام يا معلم سيف؟ تمام يا حاج. هاتهم برده وهي شغل فراش كده، وهاتهم هم واقفين. دي النتاية اللي من بره، والذكر وسع عليه طالع لك اهو. ومرج الله وادي الاخضر اهو. الله ينور يا معلم سيف. وعليك ثلاث قص الصلاة على النبي شغالين. ذكر قشر بندق، عيونه زيتي، فرد حام عظمه كويس، فرد حام في تهجير بس ده قلش اهي. بص مؤجر من هنا بيقلش فرد الحمام، عيونه كويسة وجتته كويسة. فرد حام اهو، مش جايب لك بقى فرد حام ملحوس ولا القصة دي. يكون في وحمة، يكون في لطعة، قصص دي بتتدوى في قلب الفرخ. الحام الحمد لله يعني ايه فرخينه ومجربينه بفضل الله يعني زعلانه. بسم الله ما شاء الله. وده ايه انت بتكمل حاجه بحاجه. وده حمامه ايه، دي سكه ودي سكه، يعني الذكر احلى من النتايه كتير. بس حمامه شغاله وبتحص حصويتين ولا لكن حمامه تحدين دي نخليها وتتحط على الدماغ. يقول لك النتي ليش بنادق بيبقى فيها مشاكل كتير، لا الحمد لله عندنا النتي القشر بنادي حصاها عامل زي حصى التحديد بالظبط، ولو اتحطت في المستوى بتحصى حصى شبع. صح يا معلم؟ صح يا ابو عم. حمامه برضه عيونها كويسه. وهي بص دي بقى قطنه دكر في كام تلطيشه كده في قلب بطنه كده اهو، او زفاره، فاحنا بندي له حمامه سلت زي كده يظبط معاه الفرق. ماشي يا معلم؟ ماشي يا حبيبي. القش بقى للإطالة، بس احنا ايه بنشرح لكم كده كل حاجه بمرض الله واحده واحده كده. ده كرب لأخضر، ده من فصيلة الديناصورات. ده هو يا معلم وسع لي بالحمام اللي هو يعتبر زرايب. بص عظمه خارج من نافوخه وعينه كويسة. فرد حمام بسم الله ما شاء الله. بص على الطول بتاعه، الحمام ده يا جدعان عشان احنا ربنا رضانا السنة دي مشببين شوية، فاحنا خلاص ايه استحسننا يعتبر الحمام، فخدنا اللي هي اللقطات بتاعتنا والحمام ده خرجنا منه، لان احنا عندنا من دولت عياله موجودين، من القشر بنادق عياله موجودين، السكرتات نفس القصه، الفحميات نفس القصه. فاحنا قلنا نخرج الكام واحده اللي هم ايه كبار دولت ونشتغل بالعيال الصغيره، لان احنا يعتبر حسناهم احسن من كده اهو. تمام يا معلم؟ تمام يا حبيبي. الله ينور يا بابا. حبيبي يلا. معانا شايه مش قد كده، اللي عايز الدكر لوحده مفيش مشكله، اللي عايز الحمامه دي لوحدها برده مفيش مشكله. حمامه شغاله، حمامه جتتها رايقه اهي، برده هي كويسه، حمامه نضيفه من تحت وعيونها كويسه. حابب انت القص على بعضه مفيش مشكله، حابب النتايه لوحدها مفيش مشكله، عايز الدكر لوحده كل شيء متاح. تمام يا معلم؟ تمام يا حاج. فرد حمام رقة، الحمام ده برضو ايه سيف ساعات لما مبيلاقوهمش تحديد بيسيبهم يزق اهو. فرد حمام بص عظمه ابيض شام، حطه على انت عشان بص برضو كام همشة بيضة دولت
بتحط على نتاع حمرة تقفل الكلام، يجيب لك مرقعات حرة. ولا يجيب واحد واحد ولا أي حاجة، لو جاب حمر بيجيبهم كويسين، لو جاب مرقعات برضو بيجيبهم كويسين. أهو نتاع حمرة. كل كيت عظم في وشها حمامة بترطور، بس هي حمامة بتقلش أهي، الترطور بتاعها لو واضح. تمام يا معلم. دولت اخر حاجة خلاص، روحنا كلوب نتابع بس بتاعته هي اللي ايه كتفها واقف فبطال بس شغالة بفضل الله. دولت اخر حاجة ايه، وبرضو بيزق عند السنة دي الحمد لله فضل وعدل، يعتبر ايه خفنا التحضير بتوعنا كده وسايبين ايه الاصوص معظمها. الغزار دي برضو كانت بتقوم الزغاليل بتاعتنا اهي، حماه قايمه من على سقف. تمام يا معلم. تمام يا حبيبي. طيب حته الاسعار يا جدعان، عشان برضو الناس برضو ايه بتسال الاسعار والقصه دي، فاحنا برضو ايه بمرض الله هنقول لكم الحاجه دي جايه معاك جايه، مش جايه معاك مفيش اي مشكله. القص دولت ب 700 جنيه، قص سكرتات دولت. شغل لهم بقى الفلاش كده اهو. الاسعار دي اقسم بالله اللي انا اقولها لك دي ما هتسمعها عند حد. الفحم ده ب 500 جنيه. الفحم ده ب 500 جنيه. تمام؟ الشاب الاخضر ده نفس الكلام ب 500 جنيه. الشاب الاخضر ده مش هنقول لك الوفات لان هم ما فهمش الوفات، الالوفات هيبقى حمامتين متركبين على بعض. حتتين القشر بنادق دولت الحته ب 600 جنيه اهو. تمام، ذكر اللي من جوه والنتايه دي الحته ب 600 جنيه اقسم بالله لو على اي سطح اقل من 2000 جنيه وهتسمع كلام انت فاهم لم يرضيك. تمام يا معلم. تمام يا حبيبي. القص دولت ب 700 جنيه، قص راكبين بقى على بعضهم، قص شغالين ب 700 جنيه، بس في اختلاف، يعني انا بقول لك دولت الحتتين دولت الواحده ب 600 جنيه جايب لك قص دكر برده كويس والنتايه برده اهي كويسه، القص دولت شغالين، القص دولت ب 700 جنيه اقسم بالله ما تسمعها في اي حته تاني. القص الخضر دولت نفس الكلام ب 700. تمام يا معلم؟ تمام. المرقعات دولت ب 450 جنيه. نتاية لوحدها تعمل لها بتاع 300-350 جنيه. تمام يا معلم؟ القص الرواحنا دولت ب 250 جنيه. يا بلاش. قص شغالين اقسم بالله زغلنهم بيتباعوا ب 200 جنيه وبال 250 جنيه. قص شغالين بس الحمد لله ده كل ربنا علينا، فاحنا الحمد لله زي ما ربنا بيرادينا بنحاول نراضي الناس. فرفنا وشببنا منهم وموقفين حمام، فكده كده هقول لك الحمام ده اقسم بالله فيهم حمام يعدي عن حقه، يعني الحمام ده مش جايب حقه، بس الحمد لله اللي انت مكسبك مكسبك دعاء الناس ومكسبك اللي هو الكام واحده اللي انت موقفهم من الحمام ده. تمام يا رجاله، اللي عايز اي حاجه بحيث برده انت ما بتقولش الاسعار الكلام ده انا بخلص لك الدنيا كلها. حاجه ندى عليك يا باشا تعالى خد الحاجه ومفيش اي مشكله. بس قصة الأسعار، الأسعار دي نهائية ومش هتسمعها في أي حتة. للتواصل عشان ما بقعدش على النت ما بخشش على الواتس كتير، فرقم التليفون اللي حابب أي حاجة، الحاجة إيه واللي أنت عايزينه والفرجة على التبع بتكون أحسن من كده. رقم التليفون 011-24-60-92 011-24-60-92 ده الرقم التليفون بتاع الشخصي. اللي حابب اي حاجه فرجنا لكم الدنيا كلها اهو، وبمرض الله الاسعار وكل حاجه والحاجه على الطبيعه بتكون احسن. والمشكله لو في فرد حام في اي مشكله برضه الزمني وتحت امر اي حد، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير، وان شاء الله انتظرونا في فيديوهات برضه ايه جايه. بس احنا حبينا اللي احنا ايه كام واحده دولت علينا انها الاسعار دي اسعار سوقي، يعني انا ونزلت في قلب السوق هحرقهم اكتر من كده، بس عشان عدم الفضا هو ده الواحد بس ايه حب اللي هو يعمل الفيديو ده المبسط. فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم كوتو ادم ابو عمر وسيف ادم، والسلام عليكم ورحمه الله
يا احلى ناس في الدنيا.